والآن إلى أبرز ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم أنقذوا حي الشيخ جراح لليوم الثاني على التوالي منصات التواصل عربيا ومحليا، تزامنا مع مهلة حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الحي والمستوطنين للتوصل إلى اتفاق رفضته العائلات الفلسطينية سلفا. أمهلت المحكمة الإسرائيلية أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين حتى يوم الخميس القادم للتوصل إلى اتفاق القاضي بالاعتراف بملكية الأرض للمستوطنين مع بقاء العائلات كمستأجرين محميين وتسجيل العقد باسم شخص من العائلة، وعند وفاته يستلم المستوطن العقار، وتقضي التسوية المزعومة إلى إيجاد آلية لدفع بدل إيجار المستوطنين بأثر رجعي. لكن عائلات حي الشيخ جراح رفضوا الاتفاق باعتباره اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي، واقترحت العائلات أن تودع مبالغ بدل الإيجار في صندوق خاص تابع للمحكمة إلى أن يتم البت في قرار ملكية الأرض. وناشد حكومة الأردن ووكالة غوث اللاجئين للضغط على سلطات الاحتلال بمنع إخلائهم من المنازل. وأطلق ناشطون منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي حملة أنقذوا حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة باللغتين العربية والإنجليزية سيف شيخ جراح، كما دشنوا عريضة على موقع أفاز تهدف إلى جمع تواقع رافضة لقرار الاحتلال بتهجير سكان الحي ليتم رفعها للأمم المتحدة، محذرين من نكبة جديدة بانتظار نحو 600 فلسطيني في الحي مهددون بالتهجير من بيوتهم. وقذف مغردون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكرة إلى ملعب المجتمع الدولي. كتب أحد: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات علنية دبلوماسية وسياسية صارمة تندد بجرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي من تهجير قسري وتطهير عرقي وتهويد في حي الشيخ جراح، مع وسم أنقذوا حي الشيخ جراح. وفي تغريدة أخرى كتبوا: نطالب من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا أن توفر الحماية للاجئين في حي الشيخ جراح، ونطالب الوكالة برفض التهجير الجماعي لأكثر من 500 فلسطيني وفقدانهم لهوياتهم المقدسية ووجودهم التاريخي في جبهة القدس الشمالية وفي حي فلسطيني مناضل. أيضا كتب أحدهم تغريدة أخرى يقول فيها: نطالب الحكومة الأردنية بتنفيذ تعهداتها والعمل أمام السلطات الإسرائيلية لإلزامها بالاعتراف بحقوق ملكية أهالي الشيخ جراح لبيوتهم، أيضا مع وسم أنقذوا حي الشيخ جراح. إلى هنا وصلنا لختام جولتنا البانورامية، نلقاكم غدا بحلقة جديدة، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.